لو احنا اتكلمنا عن فكرة هنا، يعني انا ليه ما بقاش كمان في مصر يعني متميز جدا في هذه الرياضة؟ انا ايه اللي ينقصني لو هنروح بقى للشق ده؟ يعني هنقول بلد مثلا زي الصين مثلا، يعني الصين هناك ما عندهمش تعليم. اللعيب بيطلع عنده 4 سنين، اهله بياخدوه يودوه مدرسة بتاع تنس الطاولة، حياته كلها تنس طاولة. اشمعنى الرياضة دي تحديدا ان هو بيبي هي كده؟ اللعبة الاولى في الصين. يعني هم متميزين جدا في تنس الطاولة وهي اللعبة الاولى هناك، فحياتهم كاملة. يعني انا ايام ما كنت بروح اعمل معسكرات وانا صغير لعيب، بيقولوا لنا ان كل 3 اشهر بيروح يزور اهله مرة. ده معسكر بالمعنى الحرفي زي الجيش، كانك في الجيش بالظبط. عشان كده هم مميزين رياضيا عموما، مش بس في تنس الطاولة. اكيد يعني هم رقم واحد زي ما حضرتك بتقول، بس هو على صعيد الرياضات المختلفة دايما مميزين. اكيد طبعا، لان هم عندهم تخصص، بس انا شايف انه زيادة عن اللزوم. يعني لما لعيب يطلع مش متعلم، احنا عند اللعيبة عندنا شرط اساسي ان هو يبقى مخلص جامعة او بيفضل في دراسته لغاية ما يخلص جامعة، علشان انتوا عارفين مصر الجواز والشغل والحياة والكلام دوت. انما بره في الصين مفيش الكلام دوت، حياة وتنس طاولة، تمرين وتنس طاولة، يتمرن الساعة 6 الصبح، يصحى الساعة 5:30، يتمرن الساعة 6 لغاية 8، وبعد كده يريح ساعتين، وبعد كده يروح بيتمرن 3 مرات في اليوم. هو ده سر تميزهم في تنس طاولة بالذات.